ما معتصم في البحر. والدي يا نبض قلبي يا الهنا يا وليدي الغالي الحبيب يا قطعة من روحي أنا اتصارع الموج صقر 25 صقر 25 انقاذ بحر المعادن. والعتمة بتزيد العناء والظن ياخذني ويجيب والظن ياخذني عامر عامر اكيد يا ابوي جالس تتذكر اليوم اللي انا غرقت فيه. موقف الغرق اللي تعرضت له يا ولدي ما راح انساه طول عمري. الموقف كان صعب صعب علينا كلنا. صدقت والله يا ابوي، اخوي معتصم كان بيموت في ذاك اليوم لو ما جاي الشرطه ما خطر السواحل ونقذته. الله يحفظكم من كل مكروه يا عيال. امين يا رب العالمين. تتذكر يا معتصم يا ولدي رجل الشرطه لما زارك في المستشفى، تتذكر ايش قال؟ المفروض اتباع قواعد السلامه وما نستهين فيها قبل النزول للبحر، والمفروض سترة النجاة تكون معاكم وقت السباحة، وما ننسى نتأكد من عمق المكان قبل السباحة ويكون معاكم شخص يقيد السباحة. نعم أحسنت. وفوق هذا وذاك ينصح عدم السباحة بالليل نظرا لازدياد الخطورة
فذاك الوقت. الحمد لله على كل حال. معتصم؟ أما وين خلود؟ 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 شو رايك خلود؟